لو كنت لو كانت ليال عبود رئيسة لبنان لمدة ساعة واحدة تعمل فيها ايه؟ لمدة ساعة واحدة بلغي الطائفية. وده قرار سهل، ما بخلي حدا فقير، بساعد كل الفقراء والمحتاجين لنصير كلنا سواسية كأسنان المشط. كل ده في ساعة؟ انتي متفائلة قوي. ساعة وبعزز دور المرأة بالمجتمع الشرقي لأنه حقها مهضوم. لو كنتي وزيرة السعادة في حكومة